ازيكم واهلا بيكم في ببساطة مع مهندسة شاهينات. يا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل دي على اليوتيوب، ويا ريت تعملوا لايك للفيسبوك بيج اللي هي www.facebook.com/eng.shahinaz، وتعملوا كمان جوين للفيسبوك جروب. ان شاء الله النهارده هنتكلم في how to practice، عشان احنا طبعا بناخد كورس عملي، فمهم جدا ان احنا نتعلم الطرق المختلفة اللي تخليك تقدر انك تنفذ الشغل اللي احنا بناخده ده. زي ما قلنا قبل كده، احنا بناخد الكورس ده علشان نقدر نشتغل بيه. فطبعا انت لما هتيجي تشتغل هتشتغل على رواتر وسويتشات وسيرفرات، والمفروض ان انت الكلام ده تبقى ملم بيه ومنفذه بايدك كويس جدا. اول طريقة واللي هي المفروض احسن طريقة ان انت تعمل بيها الكلام ده، انك يبقى عندك لاب سيسكو، تبقى عندك كذا راوتر وكذا سويتش، وتقدر ان انت تنفذ عليهم الكلام بتاعنا او الشغل العملي بتاعنا فعلا زي ما تكون شغال على راوتر وسويتش حقيقي انت تبقى شغال عليه في شركة او في شغل. الكلام ده انت بتنفذه عن طريق انك بتوصل الراوتر او السويتش بالكونسول بورت، وبتستخدم تيرمينال زي الترا تيرم تبقى عندك على الجهاز، وبتختار ان انت تشتغل على السيريال بورت وتقول له اوكي وبتبتدي تشتغل. الكلام ده انا كنت شرحاه بالتفصيل في فيديو من الفيديوهات الاولانية، وهتلاقوا واضح من الايكون بتاعت الفيديو ان دي بتاعت التوصيل العملي للراوتر السيسكو. بس طبعا عيب الطريقة دي انها مكلفة جدا. انت المفروض كده تبقى يعني هتصرف الاف علشان يبقى عندك راوتر سيسكو وسويتش سيسكو تقدر فعلا انك تنفذ عليهم الاوامر بتاعتنا. وطبعا عشان تنفذ اللابات بشكل كامل مش هيبقى عندك راوتر واحد وسويتش واحد، انت عايز كذا راوتر وكذا سويتش. لو انت حابب فعلا يبقى عندك لاب تقدر تنفذ عليه الدنيا مينيموم، يبقى عندك راوترين سيسكو، يبقى عندك مثلا سويتشين لاير 3، ويبقى عندك واحد لاير 2، بحيث انك تقدر تنفذ المواضيع المختلفة للراوتينج والسويتشين. طيب البديل لكده ايه؟ البديل لكده هي الـ Simulation Programs. في عندنا كذا Simulation Program أو برامج الـ Simulation أو برامج المحاكاة. أشهر واحد طبعا هو الـ Cisco Packet Tracer اللي سيسكو نفسها قايلة عليه، وده Freeware، يعني انت تقدر تنزله ببلاش، ما هوش بتدفع فيه فلوس ولا license ولا حاجة. هو لطيف جدا، وبتتعلم انك تنفذ عليه الشغل العملي بشكل كويس جدا وسهل جدا. انك ادي الرواتب والسويتشات بتاعتك، بتكليك على الراوتر من دول، وبتبتدي تدخل على الكوماند لاين وتكتب كل الاوامر اللي انت عايزها، وبيبقى شبيه جدا بالراوتر الحقيقي والسويتش الحقيقي في التنفيذ بتاعه. البرنامج ده متوفر على الانترنت ببلاش زي ما قلنا، وتقدر تنفذه وتنزله وتشتغل عليه بسهولة جدا. برضو هتلاقوني عاملة فيديو عن ازاي تشتغل على الباكت تريسر بالتفصيل، وازاي تفتح الورك بليس، وازاي تحط فيها رواتر وسويتشات وتدخل على السيستم وتعمل اوامر. كل ده هتلاقوني عامله له فيديو مخصوص ازاي تشتغل على الباكت تريسر. ان شاء الله هحط لكم تحت الفيديو ده اللينكات للفيديوهين اللي بكلمكم عنهم، اللي هو فيديو ازاي تدخل على الراوتر الحقيقي وفيديو ازاي تدخل على الباكت تريسر. عيب الباكت تريسر ان هو محدود، يعني مش كل الاوامر بيقدر ينفذها. هو بيساعدك كويس قوي ان انت تنفذ الأوامر بتاعة الـ CCNA، إنما لو جيت تنفذ عليه أوامر الـ CCNP هتقف كتير، هتلاقي فيه أوامر كتيرة ما بتتنفذش معاك، خاصة في شغل الـ Advanced Routing والـ Advanced Switching. يعني هو بينفذ الحاجات الأساسية الخاصة بكورس الـ CCNA، إنما الحاجات المتقدمة اللي انت المفروض أصلا بتاخد كورس الـ CCNP عشانها مش هتلاقيه. طيب إيه البديل اللي عندنا؟ البديل اللي عندنا يا جماعة هو الـ GNS3. ده برنامج سيميوليشن برضو، بيقول عليه إميوليتور. ليه بيقول عليه إميوليتور؟ لأنه بيساعدك أن أنت تستخدم سيستم حقيقي لراوتر، أن أنت تقدر تحط سيستم بجد زي اللي هو هتحطه على الراوتر الحقيقي، وتكتب الأوامر بتاعتك وتنفذ الشغل بتاعك. تقدر تربطه بسيرفر حقيقي، تقدر تربطه بكارت الشبكة بتاع جهازك، تقدر تعمل بينج من جهاز بره في الشبكة وكونكتد بالبي سي بتاعك اللي هو شغال راوتر حاليا، وتعمل بينج وتشغل سيرفيس وتعمل تلنت زي ما يكون راوتر بجد. فبيقولوا عليه ايميوليتور علشان هو يعني سيميوليتور
بس بيحاكي الحقيقة بشكل كبير. طيب ازاي نعمل له سيت اب؟ عايزة اقول لكم ان انا من شوية صغيرين كان عندي الجي ان اس 3 ده، كان عندي نسخة قديمة، النسخة دي كنت عاجباني جدا بصراحة وما كانش عندي فيها اي مشكلة خالص، اللي هي النسخة دي اللي هي الجي ان اس 3 0.8.2، كانت عجباني جدا يعني، كنت شغال عليها. وبعدين انا عملت لها ان انستول عشان بس اشرح لكم الفيديو ده. فايه انا ممكن انزل، احاول انزلها تاني، بس انا ايه هنزل النسخة الجديدة دي اللي هي 1.3.13. فيها على فكرة نسخ اجدد من كده بس هي مش مناسبة للويندوز 32 بت، هي عايزة ويندوز 64 بت اللي هي 2 بوينت كذا كذا. علشان اشغل الجي ان اس 3، بصوا بقى هتلاقوني جايبة النسخ اللي انا جايباها سواء الجديدة او القديمة، هتلاقوا ان هي اسمها جي ان اس 3 كذا all in one. دايما يا جماعة جيبوا الملف اللي هو all in one. all in one ده بيبقى فيه كل البرامج اللي جي ان اس 3 محتاجها، سواء علشان يتعمل له سيت اب او علشان بعد كده تقدر ان انت تختبر بقى شغلك وتمونيتور وتدخل على السي ال اي والكلام ده كله. طيب هنبتدي دلوقتي كده نعمل له سيت اب، رايت كليك ونقول له run as administrator. نستنى عليه كده اهو، المفروض دلوقتي ان هو هيبتدي يدخلني وهعمل سيت اب عادي خالص. هقول له يس. هو دلوقتي بيبتدي زي ايه بيلود البرامج، لان هو هينزل مش برنامج واحد، هينزل برامج كتيرة. فهقول له next، بيقول لي agree، okay next. هتلاقوا دي البرامج اللي هو هينزلها علشان يقدر يشغلك على الجي ان اس 3. اهم واحد طبعا الداينامكس، ده اللي هو اصلا بيرن السيسكو اي او اس الاوبريتنج سيستم نفسه. هو كاتب لك حتى ايه في الجنب هنا، هتلاقيه كاتب لك الحاجات دي ليه، يعني مثلا الواير شارك ده انالايزر بيعرفك ايه اللي بيحصل، الويم بي كاب ده ريكوايرد باي داينامكس عشان تقدر تبعت وتستقبل باكتس. هتنزلوا تحت كده هنا مثلا في الشغل هتلاقوا السوبر بوتي، ده اللي هو الانترفيس او التيرمينال اللي انت اصلا هتقدر تدخل علشان تكتب الاوامر للراوتر بتاعك. يعني هتلاقوا هنا بقى ايه كل البرامج اللي هو محتاجها علشان يقدر ان هو ايه يساعدك انك تدخل تعمل الشبكات على الجي ان اس. هقول له انستول، هيبتدي طبعا يطلع لي الويزرد بتاع كل برنامج من دول لوحده، هبتدي انا اجري واوكي لحد ما يخلص. فهقوم جايه ايه هانستول بقى كل برنامج لوحده واسيبه يخلصه. شايفين مثلا كده هو خلص الويم بي كاب، وبعدين يدخل يكمل. ادي مثلا بينزل دلوقتي الواير شارك، يعني احنا ايه هنفضل ماشيين معاه لحد ما شوية البرامج اللي هو اقترحهم عليك في الاول دول يخلصوا. نستنى بقى كده عليه شوية، انا ممكن هوقف التسجيل لحد ايه ما يخلص، لان هي الموضوع مفهوش يعني عقبال ما السيت اب بيخلص هو الموضوع مفهوش اكتر من كده. تمام، لحظات ورجع لكم. رجعت لكم. هو كده خلص على فكرة، انا لسه ما فتحتوش ولا اي حاجة خالص، انا بس خلصته. ما طلع ليش بس غير كان في ايرور خاص بالواير شارك تقريبا، خاص حاجه ان هو جاي يعمل له داونلود ما لقاش انترنت كونكشن، بس ده مش هيأثر على شغل البرنامج لان الواير شارك ده مونيتورنج بروجرام يعني انالايزر، مش هيفرق معايا انا في شغلي في حاجه خالص. هو هنا بيقول لي ثانك يو بتاع، وبعدين ايه نقفل بقى الكلام ده والكلام ده والكلام ده. تمام والكلام ده على ايه بقى؟ هتلاقوا بقى الجي ان اس 3 نزل لك المفروض في الستارت مينيو، بينزل ممكن لو انت عايزه بينزل على الديسكتوب اهوت. انا طبعا كان عاجبني النسخة القديمة بتاعت التلات كور ملونين، بس يعني يلا راحت خلاص وراحت ايامها. هدخل بقى ايه دبل كليك وابتدي اشغل الجي ان اس 3 واعمل له الايه الشغل بتاعه. انا كده ايه دخلت على اول بروجكت ليا، بيقول لي ايه بقى سمي البروجكت بتاعك ده اي حاجة. على فكرة كل مرة هتيجي تفتح هيقول لك ايه سمي البروجكت اي حاجة، فمثلا انا هسميه ايه first، وبتختار مكانه. هو مثلا بيقترح عليك فولدر اسمه projects على السي، انا مش بحب اسيف طبعا اي حاجة على السي علشان ان كيس ان انا غيرت ويندوز ولا حاجة الاقي البروجكت بتاعتي لسه موجودة ما تروحش مع السيستم. هقول له اوكي
جميل. وبعدين بيقول لي اهو في نيور فيرجن، خلوا بالكو قوي مش اي نيور فيرجن تنزلها، هي بيقول لك ان في نسخة اجدد. النسخة دي عندي بس عشان انا الويندوز بتاعي ويندوز 32، فدي مش بتران عندي اصلا، فلازم يكون الويندوز بتاعك 64. هقول له نو no، مش عايزة داونلود كده. ايه انا وصلت، حلو كده. نيجي بقى ايه اوريكم المفروض نعمل ايه في الشغل بتاعنا. اول حاجة هنعملها هنقول له edit preferences، وهتدخله على dynamics. تمام، وهو كده المفروض ايه بيقول لك ادي الداينامكس شغال معايا، والاي او اس راوترز انا لسه محطيتش اي حاجة خالص، والدنيا بتاعتي اهيت. ايه هي مختلفة شوية طبعا على فكرة عن النسخة اللي كانت عندي، بس ايه انا همشي معاكوا بدي تمام علشان يبقى انت كده عندك النسخة الجديدة. انا فعليا مش بحب الجرافيكس بتاعت دي خالص، يعني انا نزلتها مرة زمان وحقيقي يعني. فهو بيقول لي مثلا هنا ايه no routers have been configured، انا بحاول احط راوتر فهو بيقول لي مفيش راوتر ايه configured. بصوا بقى ايه الموضوع، المفروض ان انا احط له السيستم الحقيقي اللي هو هيشتغل عليه علشان يقدر ان هو يفتح راوتر معين. بصوا كده انا هتلاقوا عندي هنا انا جايبه كذا iOS image اهم، GNS iOS image، دول كلهم سيستمز حقيقيه لرواتر حقيقيه. فالمفروض هنا ان انا ابتدي اشاور له انا عايز اشتغل على اي راوتر، زي مثلا انا عايز اشتغل على الراوتر اللي هو مثلا الايه السي 7200، يبقى لازم اعرف البرنامج بتاعي على النسخه دي علشان اقدر اشتغل على الراوتر اللي من الموديل ده. بعرفه ازاي؟ قال لك المفروض انك تيجي دلوقتي من الايديت، وفي طبعا ايه في هتلاقوا كذا حاجه، لا انا عايزه ايديت بريفرنسز، والمفروض ان انا هبتدي ادخل على الاي او اس راوترز، وبعدين هبتدي اقول له ان انا عايزه اعمل نيو راوتر، وابتدي اشاور له على الاي او اس ايمج اللي انا عايزاه. فهبتدي ادخل كده واشاور على الاي او اس ايمج اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي حالا. اهو ادي images، هيطلع لي الايمجز اللي كانت عندي كلها، هختار نسخه ال 7200. هتلاقوا في عندي هنا في نسخ دوت بين وفي نسخ دوت ايمج، الاثنين زي بعض بالظبط. الفرق ان الدوت بين ده هو اللي بجد انت بتروح تحطه على الراوتر الحقيقي. المفروض زي ما بتشوفه على الراوتر الحقيقي ان هو بيبتدي يقول لك ايه في الاول خالص، يبتدي يديلك هاشات كده ويقول لك ان هو دي كومبريسنج الايه الاي او اس فايل او الايمج. فهو لما الراوتر بيبتدي يفكها كل مره بيجي يشتغل، هو بيحولها من دوت بين لدوت ايمج كل مره، كل مره يشتغل يبتدي يعملها دي كومبريشن او يبتدي يفكها. فهنا ساعات الجي ان اس هو بيفكها مره واحده، يعني حتى لاحظوا الفرق في الحجم، الدوت بين دي 29 ميجا والدوت ايمج دي 67 ميجا، يعني هي اكبر منها طبعا. فبيقول لك ايه لو انت اشتغلت على الايمج على طول فده اسرع، بس ان انت مش كل مره هيفك النسخه بما انك عندك مساحه. هو الراوتر كل مره بيعمل كده عشان بيوفر في المساحه. كده شايفين اهو، انا اول ما حطيت الدوت بين اصلا قال لي دي كومبريس، هقول له يس. كده هو هيحولها للدوت ايمج، يعني انا كان ممكن من الاول اديله الدوت ايمج وخلاص. هقول له نكست، قال لي اهوت الراوتر سي 7200 الشاسيه بتاعه لو في حاجه معينه. هقول له نكست، بيقول لي انا هاخد من الرامات قد ايه. Next. بيقول لك هنا دي على فكره ممكن تعدلها قدام، اللي هي بيقول لك هيبقى فيه كام بورت، يعني شايفين البورتات والموديولات بتاعته، مثلا جيجا بيت ايثرنت، فاست ايثرنت، كلام من ده. فايه ده بتعدله قدام يعني مش لازم دلوقتي. Next. بيقول لي بقى ايه الايدل بي سي. ايدل بي سي دي مهمه جدا 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 جدا. ايه الايدل بي سي دي؟ قال لك خلي بالك انه الشغل بتاع الجي ان اس، ودي برضه على فكره ممكن اعدلها قدام، الجي ان اس بيستهلك تقريبا 100% من البروسيسور بتاعك، فانا مش عايزه الاي او اس ده او الملف في السيستم ده يستهلك 100% من البروسيسور بتاعي، او لو البروسيسور بتاعي كذا كور فهو هيستهلك كور كامل لوحده. فعلشان كده بعمل ايدل بي سي دي علشان امنع الحركه دي، علشان زي ما تقول بفصل الشغل بتاع الجي ان اس من البروسيسور، اخليه يشتغل زي ما يكون برنامج عادي
ما يفتكروش راوتر بجد محتاج المساحة دي كلها من البروسيسور. فبقول له ايدل بي سي فايندر، اهو هو دلوقتي هيبتدي ايه يطلع لي قيمة. القيمة دي المفروض ان هي تفصل لي البروسيسور بتاعي من الايه من الجي ان اس او الاي او اس ايمج اللي انا شغال عليها. الحركة دي بتعملها مع كل اي او اس، مع كل اوبريتنج سيستم جديد انت هتستخدمه، يعني هي مرة واحدة لكل سيستم. المفروض ان انا هختبرها، يعني بعد ما يخلص ويويت ويعمل والكلام ده كله، المفروض وانا لما بحط الراوتر اختبر ان القيمه دي اشتغلت فعلا، ما هياش قيمه كده وهميه وخلاص. هو كده اختار واحده، اقول له اوكي، اقول له فينش. جميل كده، ادي ايه البيانات اللي هو عملها، اقوم قايله له اوكي. كده انا بقى عندي امكانيه ان انا استخدم راوتر سي 7200. عندك ادي الراوترز، من شويه قال لي ما عندكش رواتر، لا دلوقتي بيقول لي عندك اهو راوتر سي 7200، اقدر اسحبه. ادي واحد وادي واحد، حلو كده. كده انا بقى عندي ايه راوترين اهو. جميل، عايز كمان راوتر حط كمان راوتر. وبعدين عايز توصل، ما انت مش هيبان الايدل بي سي بتاعك ده نافع ولا مش نافع غير لما توصل وتشغل وفعلا تبقى داخل على الرواتر وتشوف البروسيسور. تمام، فايه حاجه اقول له عايز اوصل، ده شو هاي الانترفيسز لو عشان ايه اظهر البورتات بتاعتي. دلوقتي بقى انا ايه عايزه ابتدي اكونكت الشغل بتاعي ببعضه، فهبتدي اختار ايه اد لينك. اد لينك، انا دلوقتي ماسكه اللينك في ايدي، اختار بقى من هنا فاست ايثرنت، بمن هنا فاست ايثرنت. دي اللي هو في الاول كان بيقول لي ايه اختار البورتات وبتاع. جميل كده، انا وصلت الايه الراوترين ببعض، ابتدي بقى اشغلهم. رن ده، بصوا يعني ده كده ستارت اول ديفايس، ده كده بوز اول ديفايسز، ده كده ستوب اول ديفايسز. طب انا عايز اجهز جهاز، رايت كليك عليه هتلاقوا ظهر ستارت وسسبند وستوب زي بالظبط بتاع فوق، بس الفرق ان اللي فوق دول بتوع مره واحده. لو انا مثلا حاطه 10 رواتر وعايز اشغلهم كلهم مره واحده يبقى ستارت ليهم كلهم مره واحده، عايز ادخل على كونسول بتاعهم كلهم مره واحده يبقى كونسول بتاعهم هو كلهم مره واحده. تمام، واحد واحد يبقى رايت كليك وتبتدي تختار ايه الواحد واحد. هبتدي بقى ايه ابلاي الكلام ده اهو كده، هم اشتغل. عايز تشغل الكونسول بقى بتاعهم كلهم مره واحده يبقى كونسول. دخلني اهو ايه، شايفين مثلا هو هنا فتح البوتي. جميل، فهو اصلا نزل البوتي، هو بينزل الجي ان اس اول ان وان. لو انت ما جبت الجي ان اس اول ان وان هتضطر انت تنزل برنامج برنامج، وطبعا انا يعني ليه الغلب يعني. كده انا دخلت اهو، عايز اتاكد بقى ان فعلا انه مش مستهلك البروسيسور كله، يبقى ادخل كده الت كنترول ديليت واقول له ستارت تاسك مانجر واقول له بيرفورمانس، اتاكد فعلا ان السي بي يو يوسج بتاعتي تمام. لو الايدل بي سي القيمه اللي انا اخترتها كانت مش صح، كنت مش هتلاقي هنا 13%، كنت هتلاقي هنا ممكن 100%. فلازم نخلي بالنا قوي من قيمه الايدل بي سي اللي احنا بنستخدمها. كده انا وصلت، هقول له بقى ايه كونفيجر. شايفين طول ما انا شغاله، لو انا شفت تاني على فكره، يعني مش طول ما انا شغاله هشوف. تمام اهو شغال تمام اهو كويس، شايفين. ادخل مثلا من هنا على التاني، انا بس بوريكم بنتاكد ان شغلنا مظبوط اهو. طول ما انا شغاله الدنيا ايه ستيبل وقليله وجميله. لو انا دخلت الدخلتين دول ولقيت هنا 100%، ارجع اعدل في قيمه الايدل بي سي. كده ايه انا دخلت اهو، خلاص انا دخلت على الراوتر. كونفيجر بقى، ادي انترفيس مثلا اف اي 0 على 1 او 0 على 0 اللي واصله معايا. خلوا بالكم من حاجه في الجي ان اس، لو جينا بصينا هنا هتلاقوا ان الانترفيسز مديه اخضر، هي مش شغاله، هي الانترفيس بس بيوريك ان الراوتر باور اون، انما لازم انت بنفسك تدخل تقول لها نو شوت. يبقى هو مش زي الباكت تريسر حمراء تبقى مقفوله خضراء تبقى مفتوحه، لا لازم انت تعملها نو شوت بايدك. بعد كده مثلا عايز تديها اي بي ادرس مثلا 200.1.1.1 الماسك بتاعها، شايفين عادي الشغل عادي، يعني خلاص كده انت دخلت وشغال تمام. تدخل على راوتر 2 مثلا، انترفيس اف اي 0 على 0
نوشات برضو انا بجرب لك، يعني ان هو خلاص انت بقيت زي ما تكون داخل على الباكت تريسر او داخل على راوتر حقيقي. عايز تعمل لوب باكس بقى وتجرب بيها، عايز تعمل اي حاجة بقى ايه وتشتغل عليها. طيب قلت لكم مثلا انا كده شغلت مثلا اللينك دي، تمام. هتلاقوا في الجنب هنا بقى ايه، دي الراوترز مثلا، دي كده ايه سويتشز. فمثلا هنا هتلاقوا في ايثرنت سويتش، بس هو في الحقيقة مش بجد ده ايثرنت سويتش، ما بيدخلوش اوامر. يعني خلوا بالكم الايثرنت سويتش، الفريم ريلي سويتش، الهاب الاي تي ام سويتش، الكلام ده كله ايه توصله كده، يعني تيجي توصل من هنا، لو جيت تدخل من هنا اهو هتلاقي ايه ما بقاش فيه حاجه توصل فيها. طيب اتصرف ازاي؟ تيجي كده على الراوتر بتاعك وتبتدي تدخل على البروبرتيز او الكونفيجر بتاعه، تمام. R1 هتلاقوا هنا في حته اسمها سلوتس، فانت تقدر تزود له بقى. يعني شايفين الحته اللي كنت بقول لكم عادي انت ممكن تزود قدام، فانا مثلا هزود له هنا ايه سلوت فيها 2 اف اي مثلا واقول له اوكي. فدلوقتي انا اقدر لما ارجع تاني اقول له كونكت هتلاقيه ظهر كمان، هي سلوتس جديده اهي اقدر ايه اشتغل عليها. هتلاقوا بقى ايه بورتات السويتش والفيلم ما هياش اهي جميل كده، انا وصلت اهو تمام. هتدخل كده على R1، تمام. هو بيقول لي كده ان البورتات بتاعتي هي واحد على الزيرو مثلا، فانا دلوقتي ادخل كده انترفيس اف اي واحد على الزيرو مثلا، هقول لها نو شوت. جميل. هتلاقي هنا ايه قال لك تشينج ستيت تو اب وبتاع. طب ليه مدياني احمر وكده؟ هو كان يستحسن ان انا اقفل الراوتر خالص، يعني اسيف واعمل وبتاع واقفل الراوتر خالص بعدين اضيف السلوت زي ما يكون راوتر بجد، فهو هنا يعني ايه متضايق شويه. حلو. طيب لو انا دلوقتي جيت عملت مثلا، تعالوا نعمل الحركة دي عند الراوتر التاني، يعني هدخل كده عند R2 هسيف كوبي. جميل. وبعدين اقوم ايه قافلاه رايت كليك واقوم قايلاله ستوب كده قفل، واقوم ضايفاله ايثرنت سويتش. جميل. وهو نفسه اقول له كونفيجر واضيف له سلوت، يعني اجيله كده في السلوتس واقوم قايله له سلوت 1 مثلا ضيف لي فيها 2 اف اي جيجا بت ايثرنت 40 زي بقى ايه ما انت عايز. اقول مثلا ضيف لي 2 اف اي اقول له اوكي تمام. وبعدين اقوم مشغله بقى تمام، اهو رايت كليك واقوم قايله له ستارت الكلام ده. جميل. واقوم موصله بقى من هنا اف اي 1 على الزيرو بايه بسويتش 2. هتلاقوا اهي ايه اشتغلت عادي. يبقى هي بس هنا كان علشان انا ما قفلتش الراوتر وانا بشغل بدخل السلوت عليه، ده ما يعمليش مشاكل خالص، ده الله اعلم ممكن ايه المشاكل اللي حاطين فيها. فدايما تعامل مع السيميوليترز زي ما يكون رواتر بجد، لانها عاده بتدي الايرورز اللي الرواتر اللي بجد بتديها. تمام كده. السويتش ده بقى ما بيدخلوش اوامر، يعني لو دخلت رايت كليك عليه مش هتلاقي نفس الاوبشنز هنا اللي كانت على الراوتر، واديني كونسول واوكسيلري ومش عارف ايه وستارت وستوب وكلام من ده، لا ده مجرد بس سويتش، يعني ايه زي ما تقول سويتش ان كونفيجرابل كده صغير زي اللي بتحطه في اي شبكه صغيره. حلو. نفس الكلام بالنسبه للفريم ريلي سويتش وكده. في اوبشنز دلوقتي موجوده ان انت تقدر تضيف اي او اس بتاع سويتش على جي ان اس 3 عادي يبقى زي الراوتر، بس ساعتها يبقى انت ايه مشغله كراوتر زي يعني راوتر شغال كسويتش مثلا. الان ديفايسز في عندي كذا حاجه، في عندي مثلا فيرتشوال بي سيز، هوست، كلاود. هنا بقى مش الهوست تروس زي في الباكت تريسر، لا انا لو جيت اضيف هوست وجيت الهوست ده اضيفه هنا مثلا للسويتش ده اقول له ايه وصل لي، فهيجي اختار من هنا بورت 4 مثلا بورت في الهوست. شايفين هنا دول يا جماعه دول الشبكات بتاعه جهازي انا، يعني جهازي اللي انا قاعد عليه اللابتوب بتاعي، يعني ده كده اللوكال اريا كونكشن. لو انا ضفتها كده اهو كده انا موصله اللابتوب ده، ده كانه اللابتوب بتاعي بالراوتر اللي جوه الجينس. يعني مثلا انا اللابتوب بتاعي واخد اي بي كام، تعالوا كده اوريه. لو انا دخلت كده دلوقتي قلت له اوبن نتورك ان تشين سنتر ودخلت على تشينج ادابتر سيتنجز ودخلت على local area connection، هتلاقوا ايه انه انا جهازي
واخد اي بي مثلا 192.168، بس هو unconnected يعني مش connected، فهو لازم يكون كان connected في راوتر مثلا وداخل في شبكة وشغال operational وزي الفل. فانت لما توصله في الشبكة دي يبقى كأنه بقى واصل فيها، متخيلين الفكرة عاملة ازاي؟ فتدخل انت مثلا على R2 على الانترفيس اللي هي 1/0 الجديدة دي كده اهو، وتقوم انت هتعملها بقى نشاط زي ما اتفقنا، وتقوم قايلها مثلا اي بي ادرس من نفس شبكة اللابتوب، يعني مثلا 1/200 مثلا، مش هو الجيت واي، خلوا بالكم مش هو الجيت واي، ده بقى كأن البي سي واصل بشبكتين. وجهازي انا بقى زي ما شفنا انا قفلته تمام، واخد اي بي ايه تمام اهو، واخد اي بي اللي هو ايه 1/10 مثلا، والجيت واي 1/1 اللي هو راوتر في مكان ما يعني. فدلوقتي اقدر انا كنت اقول مثلا ايه بينج على 192.168.1/10، فالمفروض بقى الجهاز يبقى كونكتد واوبريشنال فيرد، يعني فيزيكالي لازم يكون شغال الاول، هو فيزيكالي مش شغال لانه مش واصل في حاجه تمام. فهو هنا كده ده بيساعدك انك تبقى موصل جهازك، يعني جهازي بقى اللابتوب بتاعي ده كان لازم يبقى واصل في ايه في راوتر بجد. تعالوا اوريكم حركه يا رب تنفع كده، خليني اديليت الكلام ده واحط هوست جديد واخليه كونكت بالايه بالوايرلس كورد اللي هو اصلا شغال تمام. يعني اوصل كده هو هنا هيطلع لي الوايرلس نتورك كونكشن بتاعتنا اللي هي ايه الاولانيه هنا، فنقول له وايرلس نتورك كونكشن. خلينا اتاكد بس من اسمها قبل ما اوصلها، اسمها اللي واصله معايا دلوقتي اي ثينك، خليني اشوفها، اسمها وايرلس نتورك كونكشن بس مش تو ولا حاجه تمام. فلما اجي اوصل هي وايرلس نتورك كونكشن دي بالسويتش، خدتوا بالكم؟ فايه كده وصلت، هي مش بكابل ولا حاجه. طيب الوايرلس نتورك كونكشن بتاعتي دي واخده اي بي كام؟ فدي واخده اي بي ايه 1/4، وانا مديه بقى الراوتر ايه 1/200 باي يعني من نفس الشبكه. فدلوقتي نقول له بينج كده على 1/4 بيرد، يعني كده كان بيبنج من الراوتر على جهازي اللي هو الحقيقي. طب لو فتحت بصوا، هفتح سي ام دي من جهازي الحقيقي، انا كده على جهازي اللي بجد مش على سيميوليتور ولا حاجه، وقلت له بينج على الراوتر اللي انا الراوتر اللي هو جوه جي ان اس اللي هو انا لسه مدياله تقريبا اي بي 1/200، هتلاقوه بيرد. مش بس كده، لو الراوتر اللي جوه الجي ان اس متظبط مثلا للتلنت، دخلت كده كونفيجر وقمت قايله له ايه لاين بي تي واي كده، وقمت قايله له مثلا ايه نو لوجن، ان هو بدخل عليه من غير باسورد يعني تمام. فاجي من هنا واقول له ايه تلنت على 192.168.1/200، هو بس النسخة الويندوز بتاعي ما فيهاش تلنت، فهدخل عليه من الترا تيرم. شايفين الترا تيرم على الديسك توب عندي عادي، واقوم قايله له دخلني من التلنت على 192.168.1/200 حلو، واقوم قايله له اوكي، هتلاقوه دخلني على ار2. خدتوا بالكم من المنظر؟ يعني الفكره انك بقيت عشان كده بيسموه ايميوليتور، ان انا كانه راوتر بجد في الدنيا، وتقدر تتلنت عليه وتقدر تعمل بيه راوتنج وتدخل على الشبكات اللي وراه، ولو انا عامله راوتنج ممكن اكسس من اللابتوب بتاعي على ار1 اللي هو البعيد خالص ده. عندك بقى اوبشنز لا نهائيه في الجي ان اس 3، ده غير ان هو زي ما قلت لكم بينفذ كل الادفانسد اوبشنز، لانه طالما الامر بيتنفذ على الاوبريتنج سيستم اللي انت مشغله يبقى الامر هيتنفذ على الايه الجي ان اس 3. تقدر دلوقتي بقى تسيف الشغل بتاعك ده، فايل سيف، سيف بروجكت او سيف بروجكت از، سيف بروجكت ده اللي هو هيسيف الايه البروجكت بتاعي ده كده زي ما هو اللي هو فيرست ده. يستحسن ان انت على كل راوتر تسيف الاول، يعني بعد ما تخلص شغلك كوبي على كل راوتر الاول ضمانا، يعني عشان ما ايه مش في الاخر تلاقي نفسك مسيف الرسمه اللي بره دي انما ما تلاقيش الملفات بتاعتك خالص. وبعدين اقول له سيف بقى البروجكت تاني كده، تبقى انت تمام. يبقى مهما انت قفلت الملف خالص او قفلت البرنامج خالص، هتلاقي النسخه بتاعتك والشغل بتاعك تقدر ترجع تشتغل عليه زي ما انت عايز تاني. هتلاقوه يا جماعه معمول له سيف في المكان اللي انت اخترته في الاول اللي هو كان على السي على يوزرز
فأنا مش عارف ايه، I think هنا في مكان ما على projects اهو. حلو، لو بصينا هتلاقوا ده project 787 ميجا. في بقى طرق ان انا ممكن اصغر بيها الايه البروجكتس دي. يعني انا لسه لحد قريب كنت شغاله بقول لكم على نسخه قديمه وكانت ملفاتها كبيره قوي، لما بس ما عملتش سيف ان في رام، وده بصراحه كان يعني حد طالب هو اللي قال لي على الحته دي فبشكره طبعا. هنا زي ما انتم شايفين هي لسه ملفات بتبقى كبيره، ف هوريكم بعد كده ازاي نصغرها لما نيجي نشتغل على جي ان اس سويت. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. ده ببساطة يا جماعة ازاي نسيت اب الجي ان اس 3 ونشغله، علشان لو حبيت بعد كده ان شاء الله تنفذ عليه الاوامر بتاعت السي سي ان بي، او حتى لو حبيت تشتغل عليه بشغل السي سي ان اي. في ناس بتحب تشتغل على الحاجات اللي هي المور سوفيستيكيتد بالشكل ده. يا ريت تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات، يا ريت تعملوا لها شير ولايك، وتعملوا سبسكرايب للشانل، وتعملوا لايك للبيج على الفيسبوك لو بتستفيدوا من الشغل. ياريت تتابعوني، وشكرا ليكم وgood luck. كان معاكم مهندسة شهناز.